تصويبه ثلاثيه جوه الباسكت 69 68. هنا باسكت ثلاثي، وهنا كان في عصام عبد الحميد بيعترض على خطا شخصي كان لوائل بدر. لو وليد شرف الدين عنده الهجمه اللي فاتت دي لنادي الجزيره، لا قبل التصويبه. ماشي، هات التصويبه دي. هيثم السعيد، هيثم عوض الخطا اللي ارتكبه في التيرن اوفر اللي بالزبط. عمله عوض بالزبط. بس لكن عايزين نشوف يا كابتن، معلش ميشو، هجمه نادي الجزيره هل فيها فاول ولا لا؟ يا ريت يا وليد لو هي عندك اخر هجمه لنادي الجزيره قبل ما الكره تتقطع تجيبها لنا، لان نالي اعتراضات كتيره. اهي بص الكره، يا سلام يا وليد، متشكرين قوي يا وليد. هنا وائل بدر داخل ما فيهاش حاجه، بيتهيألي ما فيهاش حاجه. شعوت جايب الكوره، انا شايف ان شعوت جايب الكوره من فوق، ما فيهاش اي حاجه يعني. ما لا دي مش فاول. بس انا برضو اللي انا يعني اللي انا شايفه ان نادي الجزيره دلوقتي، لعيبه نادي الجزيره بدات تتكلم مع الحكام. انت في وقت لسه بدري، لسه انت يعني 49 ثانيه فرق بونت، 49 ثانيه يعني لسه، ويعني الجيم لسه يعني الجيم لسه يعني بالزبط. فلازم لعيبه نادي الجزيره تهدى شويه، لازم تهدى شويه، سواء لعيبه نادي الجزيره او النادي الاهلي. لكن هتبدا تركز مع الحكام، الكلام ده هياثر معاهم في الاداء في الملعب. كيبو ليبرو كريزي بيقول الحظ والحكام هيشتغلوا. لا خالد حنفي بيقول تحليل رائع يا كابتن ميشو، شكرا. هنا الوقت 49 ثانية، هنشوف. روني زيزو بنت محمد عبد العزيز بتقول نهدى شوية يا جماعة، صح ده كلام موزون جدا، 49 ثانية مفيش مشكلة خالص. طارق صبحي بيقول الجزيرة بيخالف التوقعات بقيادة الحاوي وكابتن عصام بصرف النظر عن المباراة، نتيجة المباراة من يحتفظ بهدوءه يفوز. شكرا يا طارق. احنا عمالين نقوله من الصبح، ان احنا بنقول ان هو الجيم لحد اخر لحظه ما تعرفش مين اللي يكسب، واحنا فعلا لحد دلوقتي مش عارفين ولا حد يقدر يتحدد لغايه دلوقتي مين يكسب. ولو الجزيره هيجاب باسكت دلوقتي، اشرف توفيق هيبدا يطلب تايم اوت عشان يبدا الكره من هنا ويستغل التويتات، وكل ده لسه بدري قوي. لكن يبدو المباراه هل ممكن تنتهي 71 69 زي ما احد توقع بالنتيجه؟ الكره دي مهمه قوي بالنسبه للفرقتين، يعني الجزيره لازم يجيبها باسكت. الاهلي لو خد الكره دي هتفرق كتير قوي مع النادي الاهلي، يعني مهمه قوي الهجمه دي. وادي داري كده اهو بيصوت ما بتجيش، وهيثم السعيد، مودي الجرحي، ابراهيم الجمال. هجمه دي مهمه جدا للنادي الاهلي، 69 الاهلي 68 الجزيره. ابراهيم الجمال معدي ليب وسلم ما بتجيش، لكن تروح لهيثم السعيد ويبدا هجمه جديده، ويبدا لازم هنا يعمل فاول جيم، وخطا شخصي لصالح امين روزيه. كان الاهلي فعلا اللي عمله شريف جنيدي صح 100%، بس هنا برضو قبل شريف جنيدي ما يعمل فاول كان الريباوند ده لازم يبقى بتاع نادي الجزيره، كان لازم يبقى بتاع نادي الجزيره، لانه سهل جدا، كان سهله في ايده، في ايده كان هو كان باقي في حدود 37 ثانيه. لكن لما الاهلي استحوذ هنا على الكوره كان باقي 20 ثانيه، والهجمه معانا الهجمه مع النادي الاهلي 24 ثانيه، فكان الاهلي هيبدا يمشي الكوره. هنا اللي عمله شريف جنيدي صح، ان لاعب عمل فاول جيم عشان يقدر ياخد تراي، على امل ان امين روزيه ممكن يضيع كورتين او يجيب كوره، او جاب الاثنين في تايم اوت اكيد عشان يلعب. هيبان يعني لسه الجيم في حاجات من المدربين هتظهر. 16 ثانيه متبقيين، والرميه الحره الاولى بيحرزها امين روزيه 70 68. ده في حد توقع قال الاهلي يكسب 71 69، والكلام ده قرب قوي على فكره. امين روزيه بيحرز الرميه الحره الثانيه 71 68، وثلاث نقاط فرق. لابد ان عصام عبد الحميد هيعمل تكتيك على 3 بوينت شوت ولا اكيد، لان ما فيش الحل البديل، ما لوش حل بديل غير ان هو يلعب حاجه على الثلاثه بونت. انا متهيألي برضو متهيألي كابتن اشرف توفيق مش هيسمع بحته ان يكون في ثلاثه بونت، متهيألي بعد ما الكره تدخل وبعد ما الكره هتبدا تمشي، انا متهيألي ان فرقه النادي الاهلي لو ما منعتش الثلاثه بونت ممكن يعمل فاول، يعني على اداء على امل يعني ممكن يعمل فاول، على اساس حتى لو جاب الاثنين هيبقى الاستحواذ معاه وهو كسبان بونت، وهيكون عدى من ال 16 ثانيه 7 ثواني او 6 ثواني على حسب الوقت المتبقي. دي برضو من وجهه النظر اللي
كل مدرب اكيد هيقول ايه المفروض يعمل. عماد الدين محمود هنا بيقول الاهلي هيعمل فاول، يعني ده بقى بيتوقع وده تفكير صح. لسه انا بقول لك ان الكره لازم تدخل ويخلي الكره تمشي باص او اتنين، وهنا ممكن يعمل فاول. ده الكلام اللي بيقوله عشان ما يشوطش بثلاثه، عشان ما يشوطش بثلاثه. حتى لو شاط الفاول شوتنج وجاب الاثنين هيبقى ليد بونت للنادي الاهلي، وهيكون متبقي حاجات بسيطه من الثواني. وده طبعا الكلام اللي قاله طبعا الكابتن عماد محمود هو الكلام المصري. يارا بتقول دارين كيلي بينهي المباراه، كيف يكون هذا هو المحترف؟ ماشي محمد الطيار، الرميات الحرة من ذهب في الكام ثانية اللي فاضلة. ماشي حمادة مدريد، مش هنقدر، ويا ريت تمسح الكومنت بتاعك لان مش دي عادة الجروب بتاعنا. كابتن وليد الاهلي هيعمل فاول محمود جابر. ماشي كل دي، شوف يا كوتش امير عمل ايه، كنت لسه بتقول هو ده. ماشي عزة فاروق بتشجع بتقول اهلاوي. اوكي كيمو ليبرو بيقول باي باي الدوري الكسل الاخضر، بيتوقع ان خلاص الدوري خلص، لكن لسه المباراه اعتقد في الملعب. دارين كيلي رميه من الحد الجانبي. احمد علي بيقول الاهلي هيكسب بحظه زي ما كسب الزمالك بحظه، لكن لسه اوه في خطا شخصي بعيد عن الكره تماما في اول ثلاث ثواني. في حكمين حسب، وهنا في حكم حسب فاول، وهنا في حكم حسب فاول على هيثم السعيد، وهنا الكابتن فلكي حسب فاول على ابراهيم الجمال. طب هنشوف يعني. لا هو لا هيشوط اكيد شوط من فين ده. هو هنا احمد الفلكي، بس هو الكابتن احمد الفلكي لما شاف الحكم راح وحسب الفاول على هيثم، فساب هو قال لك ان ده الاول، قال ده الاول الاول يبقى هو. لا قال كمان ايه، ده اتحسب الاول، يعني في صفاره طلعت قبل صفاره، فيعتبر الثاني لاغي. الحكم اللي صفر الصفاره الاولانيه متهيألي الكابتن محمد يونس، فهو علشان كده كابتن فلكي ما سمحش بالفاول. رميتين حرتين لصالح شريف جنيدي. الاهلي يقترب من بطوله الدوري، شريف جنيدي بيضيع الرميه الحره الاولى. الاهلي بعد غياب يقترب من بطولة الدوري. تخيل برضه كابتن وليد بعد ما يجيب شريف جنيدي لو جاب الكرة دي برضه هيعمل فاول، هيلعب على الفاول دي. بس مع مين؟ مع لازم حد ما بيجيبش بقى. أنا متهيألي إن الخمسة يمكن باستثناء شعوت يعني اللي هو شوية شوية، إن الخمسة بيشوطوا في النادي الأهلي. شريف جنيدي والرمية الحرة الثانية بيحرزها. حتى الآن زي ما توقع المشاهد 71-69 وباقي 13 ثانية، هل مفيش حد يحرز؟ هنا في وقت مستقطع للنادي الأهلي، طلبه عشان يشوف هيعمل إيه في ال 13 ثانية دول. عماد محمود، عماد مراد، المدربين تقول لنا لو أنت مكان أشرف توفيق هتعمل إيه؟ لو أنت مكان عصام عبد الحميد هتعمل إيه؟ سؤال لكابتن عماد هنا، كابتن عماد مراد زي ما قال بعد خمس ثواني هو عملوها بعد أربع ثواني، طبعًا صح اتعمل اتعمل الفاول. المباراة محمد دار بيقول لا يمكن يكون حسمها بالحظ، ده اكيد. شفت يا كابتن، انا يمكن هنا بقول لحضرتك كابتن وليد والكابتن عماد محمود هنا بيقول لك الجزيره لازم يسيب شعوت يستلم ويعمل اي فاول، هو ده الصح. انا بقول لك عليه اللي هو اقل واحد فعلا ان عماد متابع معانا. اه طبعا، لا وفاهم يعني ليه. حماده مدريد بيقول ليه الدوره بدون جمهور؟ ده قرار عشان الدوره ان شاء الله تتم طبعا للظروف الراهنه اللي الحمد لله ماشيه كويس. زنجور بيتلفظ بألفاظ مش حلوة، يا ريت يا زنجور تراعي انت لسه مشترك معانا في الجروب وما تعرفش قيمة الجروب ده قد ايه والناس محترمة فيه قد ايه، فان شاء الله هيكون لينا معاك اكشن لما نرجع. هنا الكابتن اشرف توفيق حاسس راح مطلع شعوت بره ونزل مصطفى السعد، كله يبقى بيشوط بالظبط. مودي الجرحي ده ذكاء ومباراه بين اللاعبين. وادي خطا شخصي على ابراهيم الجمال، على عفوا على محمد الكرداني، يستوجب رميتين حرتين لصالح ابراهيم الجمال، جابهم يبقى اربع نقاط وتبقى المهمه شبه مستحيله او صعبه قوي. صعبه يعني. احمد انور بيقول الاهلي لما جاب الاثنين خلص الجيم. ماشي توقعك في كلمه بسرعه. محمود محمد الطيار معرفش، لكن المباراه تسير في اتجاه النادي الاهلي. احرز الرميه الحره الاولى ابراهيم الجمال. وادي اشرف توفيق لو احرز البطوله دي
هتبقى البطولة الثالثة لي في تاريخه مع النادي الأهلي من مجموع أربع بطولات. وادي هنا خطأ شخصي يستوجب رميتين على أمير روزيه. ها خطا اللي انا شايفه اللي عمله امير روزيه ده ملوش لازمه، ملوش اي لازمه، بس اللاعب وقف. عطى كمان لسه الجيم في امل، في امل لسه، لو جاب اتنين، لو جاب اتنين هيبقى فرق نقطه واحده، ولسه برضو هيلعب نادي الجزيره هيلعب في اول جيم على امل ان ما يحاول ما يمشيش او ما يطلعش الكره في الاول، بحيث ان برضو هتبقى ليه هجمه ثانيه نادي الجزيره. احمد صقر الرميه الحره الاولى بيضيعها، اعصاب متوتره، صعب جدا، اعصاب يصعب المهمه والماموريه على فريق الجزيره. روني بنت محمد عبد العزيز بتقول خلاص الف مبروك الاهلي، اعترفت، احرز الرميه الحره الثانيه 72-70. امير روزيه وخطا شخصي يستوجب رميتين حرتين، 11 ثانيه، في ثانيه واحده بس تلعب كل ده، المباراه اصبحت مباراه في الرميات الحره. وهنا باسم حلقه بيقول صوتك يا كابتن ميشو شبه صوت كابتن اشرف توفيق، هو اشرف توفيق بيذيع معانا؟ لا ممكن يكون نفسه هو قصده، ممكن يكون نفس الصوت يعني. عمرو زهران بيقول الف مبروك للنادي الاهلي، قلنا اسمك يا عمرو. امين روزيه الرمي الحره الاولى بيحرزها ويزيد معها الامال والطموحات للنادي الاهلي. بعد غياب 10 سنوات اخر بطوله للنادي الاهلي هنقولها لكم لما يجي بقى تسليم المراسم والدرع. 2001 مع اشرف توفيق، وضيع الرميه الحره الثانيه وجابها النادي الاهلي مره ثانيه، وهيثم سعيد بيبعد عن الفاول وخطا شخصي ومتعمد. رميتين وحياز، 6 ثواني، 73-70، المباراة تكون شبه انتهت اكلينيكيا، خاصة ان دلوقتي خلاص ما هم النادي الاهلي هيشوط رميتين وهيبقى معاه استحواذ، حتى لو ما جابش الاثنين هيبقى الكرة مع النادي الاهلي، يعني كان فاول يعني ما كانش له لازمة ان هو يعمله فاول متعمد. رميتين وحيازة، 6 ثواني وست اجزاء، وبيحرز الرمية الحرة الأولى. وبيضيع، بيحرز الرميه الحره الثانيه، يحرز الرميه الحره الثانيه ابراهيم الجمال، صعب المهمه على النادي الاهلي، على نادي الجزيره. ابراهيم الجمال وقف اللاعبين، وابراهيم الجمال، وينتهي اللقاء اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه النايل سبورت والتلفزيون المصري في كل مكان بفوز نادي الاهلي على نادي الجزيره 75-70. الف مبروك للنادي الاهلي.